بعد أن فقد زوجته راشيل يعني وفقد بنته، لأن زوجته راشيل قد ماتت منتحرة، قرر أن يقاطع عالم أو أن يهجر من عالم الغرب. تبين له أن الغرب يسير أو هو الذي يدبج، هو الذي يصنع اللامعنى ويصدر هذا اللامعنى إلى مجتمعاتنا. فقرر أن يعود إلى مدينته الأصل وجدة وأن يصبح بائع خبز، وهي حرفة والديه.